السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة باذن الله تعالى امام نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي. المباراة معادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر غدا الاحد 28 يونيو 2020. بالنسبة لباقي التوقيتات، المباراة موعدها زي ما قلنا 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا والمانيا، الساعة 8:30 مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، الساعة 9:30 مساء بتوقيت العراق بتوقيت عذرا بتوقيت الامارات وعمان، الساعة 6:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا، والساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة فهي قناة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2 والمعلق نافل البشي، وقناة بي بي سي 1 وقناة بين سبورتس اتش دي 11 الانجليزية وقناة بين سبورتس الفرنسية اتش دي 1 فوتبول اتش دي تي جي كي وبين سبورتس كونكت. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة بإذن الله تعالى في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.